السلام عليكم دكتوري حسن، طيب اخصائي طب جراحه العيون. كنا شفنا في الحلقات اللي فاتت لاميوبي ولا استيغماتيزم، تشتت النظر. الا كنتم مازال ما شفتوهمش يمكن لكم تشوفوهم يا اما في الصفحه ديال فيسبوك ولا انستغرام ولا في القناه ديال اليوتيوب. اليوم غنهضروا على بعد النظر. قلنا بان العين عندها قوه بصريه وعندها واحد الطول، ملي كتكون القوه البصريه اكثر من الطول ديال العين كتجي الصوره قدام الشبكه، هي اللي قلنا لاميوبي. اليوم غنهضروا على ملي كتكون القوه البصريه قل من طول الشبكه وكتجي الصوره قبل الشبكه اللي هي بعد النظر. بالنسبه لبعد النظر القوه البصريه كتكون قل من طول ديال العين، وفي هذه الحاله كيخصنا نزيدو في القوه البصريه ديال العين، وهذه الحاله العين كيمكن لها تزيد في القوه البصريه ديالها. كاينين بزاف ديال الحالات، كيمكن يكون هذا بعد النظر قليل زائد واحد ولا زائد 0.5 ولا زائد 1.5. في هذه الحاله هذه كيمكن العين تزيد القوه البصريه ديالها ويولي الانسان يشوف عادي وما يعرفش كاع بان عنده مشكل. ملي كتكون هذا البعد نظر كبير زائد 2.5 زائد 3 فما فوق، العين ما كيمكنهاش تزيد القوه البصريه ديالها، حيت كيخصها تزيد القوه البصريه باش تشوف البعد وعاد عاود تزيد فوق منها قوه بصريه باش تشوف القرب. في هذه الحاله هذه العين كتعيا وممكن تؤدي الى حاول. بعض الحالات كيمكن تكون بعد النظر قليل ولكن مع العمر ما بين 18 و 30 عام في الاستعمال بزاف ديال القرب، يا يعني اما في القرايه بزاف امتحانات يا يعني اما التليفون بزاف، كيكون حرق الراس وكتجي واحد العياء بحال هكا. وداك الساعات ملي كتمشي تقلب عند طبيب كتلقى عنده واحد البعد النظر كيخصو يدير واحد النظر اللي غادي يعاونه. وكاين بعض الحالات ملي قبل 38 عام و 40 عام القرب كيبدا كينقص قبل الوقت، وكيكون حيت كان واحد البعد النظر اللي العين كانت كدير مجهود ودابا مابقاتش كيمكن لها دير مجهود وكتولي كيخصها النظر تعاون بهم باش تشوف القرب. ومن بعد كيخصها دير النظر باش تشوف حتى البعد، حيت داك شويه الجهد اللي كانت كدير العين باش تشوف البعد مابقاش قادر ديرو، كيولي خصها تعاون من النظر والانسان كيولي كيدير البعد والقرب. اذا هذا هو بعد النظر. دابا غيمكننا نشوفو شنو يمكن لي ندير لهاد بعد النظر. كيمكن لي ندير اما نظاظر واما بعض العدسات، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم بعد نظر كبير بزاف حيت الجاج كيجي غليظ وكيكبر الصوره بزاف. بالنسبه للعمليه ديال اللازر بالنسبه لبعد النظر ما كيمكنناش نديروها في واحد السن، حيت من بعد ملي غادي يكبر البعد النظر غيتزاد وكيولي خصو يدير النظاظر. اذا كيمكننا نديروها من بعد ملي كتكون القوه البصريه ديال العين ما بقاتش كتزيد تنقص، وداك الساعات كيكون العبار بحال بحال، كيمكننا نديرو لازر ولا كيمكننا نديرو زر العدسة ولا في الجراحة ديال الجلالة. ملي كنديرو العدسة كنقادو داك بعد النظر. هذه هي الطرق اللي يمكننا نصحو بها بعد النظر. كاينين بزاف الحوايج مازال يمكنهم يتقالو، مثلا بالنسبة للعبار ديال بعد النظر كيفاش كيدار العبار ديال بعد النظر. ماشي بحال قصر النظر، بعد النظر راه العين ما قلنا كتزيد مجهود، اذا العباري ملي كيعبر داك العبار كيكون غالط خصوصا عند الاطفال حيت هما كيزيدوا في القوه البصريه ديالهم بزاف. اذا كيخصنا ندير واحد التقطيره باش نحيدوا داك القوه البصريه اللي كتزاد باش يمكننا نعبروا العبار الحقيقي اللي يمكننا نعطيو للطفل باش يتصحح النظر ديالو ويبقاش الحاول الا كان عنده الحاول. خاصيه واحده اخرى ديال بعد النظر هو انه كيبقى ينقص مع الوقت، راه العين اللي كتنقص الجهد ديالها مع الوقت. باش الانسان غادي يعور ولا عبر النظر كل مره كيتبدل كيتخلع كيبقى يقول واش غيمشي لي النظر لا ما غيمشيش النظر، راه غير القوه البصريه كتنقص وغتوصل لدرجه ديال الصفر انها ما يمكنلاش تزيد في القوه البصريه ديالها وغيستقر النظر وغتولي كتشوف عادي بالنظر ديالك. فكره واحده اخرى، انا ما كنبغيش نهضر على البعد ولا القرب، حيت الا لاحظتوا في الحلقات راه على حساب القوه البصريه وعلى حساب طول العين. ماشي واحد عنده نظر ناقص ولا عنده القرب ناقص ولا البعد ناقص، لا، اللي عندهم لاميوبي ميوبيا كيكونوا كيشوفوا القرب احسن من البعد، ما معناتهاش ان عنده القرب مزيان ولا عنده البعد مزيان، عنده الميوبي. اللي كيكون عنده بعد النظر كيكون خصو يدير مجهود باش يشوف البعد ومن بعد مجهود باش يشوف القرب. اذا كيكون عنده القرب هو اللي كيعيا الاول كيقول اه عندي القرب، ماشي عنده القرب، عنده بعد النظر. بالنسبه للناس اللي كيفوتوا 38 40 عام وكيكون ما عنده حتى شي مشكل، داك الساعات القرب
كيعيا وكنقولوا عنده القرب، خصوصا بالنسبه للناس اللي فوق 45 عام. اذا هادو بعض المعلومات على البصريه ديال العين. عرفت بان الموضوع كيكون بعض المرات صعيب باش نفهم ناقص والزائد ولا سيغماتيزم اللي فايتين شرحته في حلقات واحد اخرين، ولكن غنعاود نديروا حلقه واحده اخرى ان شاء الله باش نشرح لكم كيفاش نقراو العبر ديال النظاظر. نشوفكم في حلقات واحد اخرين وشكرا على المتابعه.